بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، من أفضل الليالي عند الله الليالي العشر، أي أول 10 أيام من ذي الحجة. قال تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. وفي اليوم العاشر من ذي الحجة، أي في أول أيام عيد الأضحى، يتم النحر أو يبدأ النحر. يتقرب الإنسان إلى الله بالأضاحي. كلمة النحر وردت مرة واحدة في القرآن في سورة الكوثر. قال تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إذن النحر يتم في اليوم العاشر، له علاقة بالرقم 10، ووردت الكلمة مرة واحدة في سورة الكوثر، لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع في سورة الكوثر. وسبحان الله، عدد كلمات سورة الكوثر 10 كلمات. يعني تأملوا معي أيها الأحبة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. 10 كلمات. هذه السورة العظيمة نصف كلماتها لم تذكر في أي سورة أخرى. سبحان الله، يعني كلمة أعطيناك لم تذكر إلا في هذه السورة، الكوثر لم تذكر إلا في هذه السورة على مستوى القرآن، لا نجدها في أي آية أخرى. انحر لم تذكر إلا في هذه السورة، شانئك لم تذكر إلا في هذه السورة، الأبتر أيضا 5 كلمات، يعني نصف كلمات السورة لم تتكرر في أي مكان آخر، هي خاصة بهذه السورة. سبحان الله. العجيب أيها الأحبة أن الآية التي أمر الله فيها بالنحر، فصل لربك وانحر، ركبها الله عز وجل من 10 أحرف أبجدية. سبحان الله، يعني انظروا الرقم 10 كيف يتكرر. كلمات السورة أو آيات السورة تنتهي بحرف الراء دائما: أعطيناك الكوثر، انحر، الأبتر. إذن السورة تنتهي بحرف الراء كل آياتها. في القرآن الكريم لو بحثنا عن السور التي تنتهي بحرف الراء نجد بالضبط 10 سور، آخرها سورة الكوثر. سبحان الله. حتى البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا ركبها الله عز وجل من 10 أحرف ألفبائية أو أبجدية. سبحان الله. فتأملوا أيها الأحبة، هل هذه مصادفة أن تأتي سورة في القرآن تتحدث عن النحر الذي هو في اليوم العاشر من أيام ذي الحجة، ويأتي عدد كلمات السورة 10، وعدد حروف الآية التي تتحدث عن النحر، الحروف اللغوية الأبجدية اللغوية فيها هي 10 حروف هجائية؟ والله إن هذه الحقيقة لتشهد على أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى.